تعال اتصل بمحمد يا ده برد علي والله اكون سهران ده السحور والله كاني ما عنده انترنت لا عندي رد بس شي غريب رح اقول له سرقت لك حسابك بالله عليك الا اللي بدك يا بس مساء الخير حمودة شلونك؟ طمني عنك بدي اقول لك شغله بس ما تزعل مني انا سرقت لك حسابك بفري فاير نعم انا هذا اول الثاني يحيى لا اخذته وبعته اليوم بعته عشان اصور فيديو عشان المتجر الغامض لانه ما معي اشحن جواهر فلقيت الايميل عندي وبعته فعم بقول بعطيك حساب من حساباتي النوبة مشي حالك هالاسبوع يعني بس هالاسبوع وبس يعني دفع لي حقه اللي اخذ الحساب عوب بشحن لك جواهر وبظبط لك اياه صوتي قطع عم بقول انا بعت الحساب وهلا بكره بقبض حقه خلص هلا صار ظرف رح اسكر وبعدين بحكي تمام بول لك ما كان هيك خيط علي قال لك الشكان لك لازم اسجل له صوت للصبي خلص عم بقول حمودة بس شوي لا تزعل تمام اول شيء ايميلك انا ما بعرف هاي اول شغله انا من يومين قلت لك انه راح الايميل انا حاليا عم بيت رفيق بابا وطلبوا مني انه اصور معك هالمقلب فلا تزعل مني روح افتح فري فاير لحساب الساعه موجود يلا حاليا تصبح على خير انا عند البيوت بس حبيت ارجع اسجل لك صوت ما تزعل مني يعني